القرآن نعم هل يتساوى؟ خلينا نحكي بالأمثلة. الناس الجوز ما تفهم عشان على مستوى يعني أكاديمي، مو كل الناس داخلة يعني بأطر أكاديمية. لو سمحتم، حرق القرآن ألا يعتبر خطاب كراهية؟ أكيد. لما ليش لم يتم الاعتراض عليه مقابل أنه علي أن أتقبل شخص يحول نفسه من ذكر إلى أنثى ويحاول أن يفرض هذه الأفكار على مجتمعي ويطلع على وسائل التواصل الاجتماعي ويلقن أولادي اليوم بطريقة الإيحاء هذه الأفكار، ولما أنا أحكي عليه أطعاني مستعدة ولدي خطاب كراهية؟ يعني هذا الفصل غير داخل غير يعني وارد. هذا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن تكون هناك المنظمات الإقليمية هي فاعلة. خذ على سبيل المثال منظمة الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، هذه منظمات عندما يعني يصاغ لها مشاريع تعديلات إلى استراتيجية الأمم المتحدة أو استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لهكذا مواضيع، من الممكن أن تعمل لوبيات للضغط على التعديل. لكن إذا تترك الأمور على عواهنها لهذه المصادر، والمستقبل دائما الريسيفر هو هذه المجتمعات عبر السوشيال ميديا والميديا، قطعا سوف تكون هناك كرة يعني الجليد كلما تتدحرج أكثر تكبر أكثر. المجتمع العراقي باعتقادي المؤسسات الحكومية الآن يعني على السكة الصحيحة لمواجهة هكذا خطابات منحرفة. اسمح لي لكن يعني قبل لكن نعم يعني أنا أريد أتمنى أقتنع بهذا الكلام الجميل، يعني كلام جميل، لكن واقعا لما يعني تم قتل أحد وهو مهما يكون القتل مرفوض جملة ما تفصيله يعني، لكن لاحظ أنه ردة الفعل لما يعني يقتل كثير من العراقيين مو بسرعة ردة الفعل لما راح مبعوث الأمين معاون مبعوثة الأمين العام الأمم المتحدة مباشرة ثاني يوم من الصبح راح قاعدة يم وزيرة الاتصالات، لأنه هي رئيسة لجنة وضع استراتيجية مناهضة التطرف وتطالب منها إقرار هذه الاستراتيجية بأسرع وقت، يعني انسجاما مع ما حدث، لانه قتل شخص كان يعني هو متحول قتل شخص متحول. نعم. وضع يعني الشخص المتحول وهو قتل طبعا جريمه، نعتبر قتل جريمه، وضع بكفه يعني الحظ على خطاب الكراهيه لداعش وغير داعش وربما اكبر، اهتموا به اكثر من غيره. هاي التناقض، هل يستطيع المسؤول العراقي تقول ان انا ما اظن بالخطاب السريع بالاتجاه الصحيح؟ نعم. هل يعني لهالدرجة المسؤولية مسؤولينه وبهالقوة وبهالصرامة وهالشخصية القوية اللي يقول لي أي طرف دوري يقول له لا تضغط علي يا أستاذي الفاضل؟ العلم مع المثلين الرفع بصف العلم العراقي، يعني سفارة الاتحاد الأوروبي ما عاد فتح هالقرار، يعني الأعمال بنتائج. إذا تسمح لي، إحنا كل شهر الخامس نسوي احتفال مال الملونين أو الألوان نسويه بأربيل، وبسنة 2015 أقيم هنا على أبو نواس وما حد فتح حلقة. يا أستاذ تريد يعني تقنعني أنه نحن ما ضمن الاتجاه الصحيح؟ يا ريت والله. يعني أنت ضربت لي مثال واقعي بزيارة نائب المبعوث الدولي إلى وزارة الاتصالات. نعم. النتيجة شنو؟ النتيجة هل رفع الحظر عن المواقع الإباحية من وزارة الاتصالات؟ تتلقى ضغوط لا. أوكي. تتلقى ضغوط. وحتى من نفس. هسا. وأنت شفت حضرتك كان شفتك فيديو قبل برنامج. صحيح. شفتها مثل الفيديو. ألا يوجد توجه؟ توجه في العراق. توجه خارج العراق. من ضغط على العراق. خارج العراق على العراق ضغط على العراق. نعم. اتكلم لي على الاستجابة على ريسبونس. إيش قد الاستجابة من المؤسسات؟ هسا نتكلم عن المؤسسات. من المؤسسات إيش قد الاستجابة من المجتمعات؟ إيش قد الاستجابة من باقي المؤسسات الدينية؟ باعتقادي المؤسسة الدينية رافضت الموضوع جملة وتفصيلة، وهذا ما تحدثت به المراجع الدينية بكافة تفاصيلها. أنا كنت قبل يومين أو ثلاث أيام في احتفالية في الحضر المعروفية الكرخية، الأئمة للقائمين على الاحتفالية بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام رفضوا هذه المواضيع والمفردات اللي اتفضلت عنها جملة وتفصيلة. مراجع النجف وكذلك، حتى مراجع يعني الديانات الأخرى المسيحية وغير المسيحية كلها رافضة. هذا كم جانب ديني. جانب قانوني يجرم، يعني مثلا أب أو ابن يعتدي على والديه أو على أخته، هذا مجرم عدة بالقوانين. مؤسساتنا نعم تتلقى ضغوطات لربما هل من سفارات معينة، لو سمحت لي. فتاة يجرم القانون طبعا.
هذا عندنا مواد ونصوص دستورية قانونية تجرم هذا الموضوع. زين العلاقة آسفين على التعبير يعني الشاذة بين ذكر وذكر وأنثى وأنثى يجرمها القانون طبعا. نعم. وتذهب باللي شوف أنا طيب هل أنا عندي شاهد طلبة الأمم المتحدة قالوا ذولا يتحجون عليهم بس اسمح خطاب كراهية أضرب وراح نوقف ويا القانون لو ويا أضرب لك مثل بما أنه أنت قلت الناس تريد أمثلة. نعم. الجانب الأكاديمي قد يعني يكون صعب شوية. نعم. قبل أكثر من أسبوعين شخص في محافظة ما عنده ابنه بصف ثاني ابتدائي ابنه قام يجيب صديقة للبيت. أب لهذا الابن قام يمارس الرذيلة مع صديق ابنه ولمدة 7 سنوات وما حد يعرف بطريقة ما في قضية باي ذا واي يعني طريقة مو الطريقة الأساسية. لا. اكتشفت هذه الجريمة ذهب إلى الإعدام. القانون والقضاء العراقي صدر أمر الإعدام بحق هذا الشخص الفاعل إلى الرذيلة. يعني هذا القانون العراقي واضح. بس تقول لي أكو مستقبلين من الشباب من غير الشباب لهكذا أفكار موجودة هذه الأفكار. ليش القضية الجنائية ما موجودة القتيل وال يعني السرقة والغير السرقة والاعتداء على المحارم والزنا بالمحارم ما موجودة بالمجتمع العراقي ما موجودة. لكن قل لي موافقة مع الدين الدين رافضها جملة وتفصيلة. مع العرف رافضها جملة وتفصيلة بدليل الفصول العشائرية. أغلب الفصول العشائرية من تقعد تقعد على هيك أمور ناهيتها وتجرمها. إذا دكتور أنا عندي الآن سؤال واحد ولم يبقى لدي من الوقت سؤال 30 ثانية تقريبا أو أكثر أو أقل حسب السيد المخرج. الآن نحن علينا ضغوط خارجية أوروبية أممية من أطراف من جهات مختلفة من العالم على أن نعد خطاب خاص استراتيجية يتفق مع أفكارهم مع توجهاتهم. خطاب مناهض للكراهية لكن لكراهية الأطراف والجهات التي تمثل أفكارهم تنطبق مع توجهاتهم. زين وإحنا نفرض علينا إعداد لجنة وافقنا على إعداد هذه اللجنة ولجنة عليا وترأسها وزارة الاتصالات وزيرة الاتصالات وممثلة من كل أجهزة. نحن سنعد الاستراتيجية بما يريدون كيف ما يريدون أو بما يتفق مع الـ يعني واقع واحتياجات وطبيعة المجتمع العراقي. الجواب في 30 ثانية. أتمنى أنه يعني القضية قضية يعني متعارف عليه نقدر القوانين الوطنية القوانين الوطنية محترمة من قبل كل المنظومات الدولية. على سبيل المثال الإعدام في هذا البلد والبلد الثاني ما بي إعدام. ما تقدر تفرض تلك الدول أو تلك المنظمات على رفع الإعدام من الدولة التي تفرض أحكام الإعدام. بالتالي أي ضغوطات لغزو فكري تشعر به الحكومة العراقية بأنه غزو فكري ومحذر منه من قبل المراجع ومحذر منه من قبل المجتمعات ومن قبل مؤسسات الدولة الحكومة العراقية سوف تعمل على صياغات استراتيجية فيها خصوصية إلى المجتمع العراقي وفيها تناغم وتماهي مع ما يذهب إليه القانون العراقي والديانات الإسلامية والديانة الإسلامية والديانات الأخرى فيها. فبالتالي نحن قادرون على صياغة استراتيجية تتلائم وتتماهى مع ظروف التشغيلية أي الظروف التي مسموح بها من يعني من مفردات من سلوكيات في المجتمع العراقي.